عندكم 3 شخصيات في المسلسل، احنا هنخليكم تلعبوا شخصيات تانية خالص. ماشي. هنتبادل الشخصيات. صدفة وديدي هانم هيبدلوا مع بعض. شيماء هتبقى ديدي هانم. ويسرى هتبقى صدفة. حلو. وانا ابقى رجب. ماي بعد ما هتخلصوا ماي هتغني لنا اغنية، لانه الحقيقة هي دي الحاجة الوحيدة اللي ما عملتهاش في المسلسل. ايوه صح. يعني صح صح. ايوه لا انا هعمل المحشي دلوقتي. امال هحطه في التلاجة من وراها، اصلا هي منع الاكل في البيت. من جه. ايه بتكلمي مين؟ انا سامعاكي بتكلمي حد وبتقولي هتعملي محشي. نو محشي عندي نو، جاست خضار سوتي سمو فيمي. اوكي طب انا بحب المحشي، وانت ايه هتمنعيني من الاكل؟ طبعا المحشي ده تاكلوه عندكم في العشه بتاعتكم، عندي انا هنا. نو 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 نو. اوكي كمان صوتها كانت بتغني اغاني ملعلعه. مسيطره كانت بتغني مسيطره. همشيك مسطره. لا لا دي بقى انا عايزه صوت. عجبكي مسيطرة تكملي عليها ولا تغني اغنية رقيقة للاثنين؟ اغنية رقيقة. يلا قولي. يلا غني. مش عارفة والله ما تحرمش. اكدب عليك لو قلت بحبك لسه، اكدب عليك. اكدب عليك 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 لو قلت بحبك لسه اكدب عليك واكدب عليك لو قلت نسيتك أنسى أكدب عليك أكدب عليك لو قلت بحبك لسه أكدب عليك أكدب عليك لو قلت نسيتك أنسى أكدب عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار لي بر وانا ارسى عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بر وانا ارسى عليك امال انا ايه اختار لي بر حبيبي عشان انت حبيبي انت حبيبي لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول قول